صباح الخير على حضراتكم مشاهدي صدى البلد. أمطار تصل لسيول ورياح محملة بالأتربة. اليوم بداية انكسار الموجة الحارة وتحول في حالة الطقس تشهده الأيام القادمة. أيضا مفاجآت يحملها لنا طقس الأيام المقبلة. التفاصيل الآن في تخطيطنا الجوية. بجدد الترحيب مرة أخرى بحضرتكم مشاهدينا. في ظل الموجة الحارة التي تشهد البلاد تلك الأيام، قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أنه منذ ساعات قليلة بدأت أشكال الموجة الحارة في الانكسار، وبدأت تتغير اتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية. بدأت بالطبع تنخفض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن بداية الانخفاض في درجات الحرارة سوف يكون بداية من اليوم الجمعة. الجدير بالذكر مشاهدينا أن هناك فرص لسقوط أمطار تمتد للقاهرة الكبرى، لكن ستكون أمطار خفيفة. لكن الأكثر تأثرا بالأمطار ستكون محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد. سوف تكون الأمطار متوسطة وقد يكون هناك سيول بسبب تلك المنطقة الجغرافية. وأن المتوقع أيضا وجود رياح اليوم ولكن غير محملة بالأتربة مثل الأيام السابقة. تتأثر البلاد اعتبارا من اليوم الجمعة بمنخفض جوي لمدة 5 أيام متتالية، بيعمل بالتالي على انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 6 درجات إلى 7 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد. بالتالي هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد. أيضا هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة على مدار اليوم. في ذات السياق مشاهدينا كانت ترشاد خمس ارتفاعات في درجة الحرارة على كافة الأنحاء. شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ومائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء أيضا، معتدلا على السواحل الشمالية، كما أن التعرض المباشر بالطبع لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية. نتحدث الآن عن طقس الأيام المقبلة. تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد أمطار ورياح دون أتربة، ومن المتوقع أن تشهد غدا السبت 27 من أبريل أمطار متوسطة ورعدية أحيانا، ذلك على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد. قد تصل هذه الأمطار الخفيفة على بعض المناطق في فترات متقطعة على مدار اليوم. في ذات السياق وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس من يوم الأحد 28 من إبريل وحتى الثلاثاء 30 من إبريل الجاري أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متعددة مثل جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة بالطبع على مدار اليوم. قد تصل هذه الفترات إلى رعدية أكثر من كما تكاثر. يوجد محافظة الإسكندرية تشهد محافظة الإسكندرية وترقب الإسكندرية غربية البلاد يوم الجمعة انخفاضا في المحافظة مع شواطئ للرياح تكون مثيرة للأتربة إلى حد ما مع استمرار فرص سقوط أمطار التي قد تكون خفيفة. ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية استقرت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية يوم الجمعة عند معدلاتها أمس، حيث بلغت العظمى على محافظة الإسكندرية أمس حوالي 23 درجة مئوية إلى 24 درجة مئوية، الرياح نشطة بالطبع نسبيا، بلغت سرعة الرياح وقتها أمس 34 كيلومتر في الساعة. وفقا لهيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم الجمعة طقس معتدل نهارا على محافظة الإسكندرية مائل للبرودة ليلا، ومنطقة الرياح البريدية الغربية على مسطح البحر المتوسط والتي قد تكون بالتالي مثيرة للأتربة لحد ما أحيانا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة. والآن مشاهدينا أخذكم في جولة ثانية لبيان توقعات درجات الحرارة خلال اليوم الجمعة على بعض المحافظات البريدية. القاهرة الكبرى 36، صغرى 20، الإسكندرية 23 العظمى 16 الصغرى، شرم الشيخ العظمى 36 الصغرى 25، مطروح 21 العظمى 14 الصغرى، أسوان 39 العظمى 25 الصغرى، بورسعيد 25 العظمى 20 الصغرى، حايل 30 28 العظمى 24 الصغرى. مشاهدينا الكرام، هذه كانت توقعات حالة الطقس خلال اليوم والأيام المقبلة.